السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع الدرس الأول من الرياضيات، المفيد في الرياضيات، الأولى إعدادي صفحة 11. دونك ديما مع لونشينمون دوبيراسيون سير لي نومبر اونتيي اي ديسيمون، يعني تسلسل العمليات. الدرس الأول اللي عندكم هو التسلسل ديال العمليات. إذا عمليات بحال هادو مثلا، لاحظوا نفس العملية هنا pour calculer l'expression. Donc l'expression هي العبارة، هذه كتسمى expression، هذه expression. Donc a est égal à 280 plus 4 fois 7,50. ريدا يا حمزة، on écrit ceci. Donc ريدا دارها الطريقة وحمزة دارها الطريقة. هذا لقى 2130 وهذا لقى 310. دونك واحد عنده صحيحة وواحد عنده خطأ. غنشوفوا علاش عنده صحيحة واللي شكون اللي عنده خطأ وعلاش. دونك هنا باش نحسبوا هذه العمليه هذه، هنا لاحظوا عندنا 280 زائد 4 في 7.50. لاحظوا بحال مثلا مشيتي شريتي مثلا شي حذاء مثلا 280 درهم، وشريتي مثلا 4 ديال الجوارب مثلا ب 7 درهم ونص الواحد. دونك شكون هو اللي غتحسب الاول باش تحسب شحال غتخلص؟ من طبيعه الحال غدير عمليه الضرب، لان 4 الجوارب كل جارب ب 7 ونص، يعني غضرب 4 في 7.5. اذا انا غتسبق الضرب هو الاول، وهكذا هذه اللي كتعطينا القاعده اللي غادي نتبعوا. اذا هنا نشوفوا رضا شنو دار ونشوفوا حمزه شنو دار باش نفهموا هذه القضيه هذه. رضا لاحظ واش دار، دار 280 زائد 4 في 7.5. واش دار؟ 280 زائد على 4. دونك هنا ما يمكنش الثمن مثلا الحذاء نزيدوا عليه 4، 4 ديال الجوارب كل جارب مثلا ب 7.50، ما يمكنش 280 نزيدوا على 4. هو دار 280 زيد على 4 عطاتو 284، عاد باش ضربها في الثمن الجورب الواحد 7.50 عطاتو 2130. دونك غيخلص 2130. حنا عطينا مثال بالحذاء والجوارب. بالنسبه لحمزه 280 احتفظ بها مثلا ثمن الحذاء، والجوارب 4 ضرب 4 في الثمن ديال الواحد عطاتو 30، عاد باش جمع عطاتو 310. دونك هنا شكون اللي في نظركم عنده صحيحه؟ طبيعه الحال هذا، لان حسب الجوارب هما الاولين عاد زاد عليهم الحذاء. هذا الحذاء زاد عليه 4 اللي هو عدد الجوارب، عاد باش ضرب في الثمن ديال الجورب. دونك صدق بحال شاري مثلا الجوارب اللي 7 درهم فاصلة 50، شاري منهم 284. اذا هذا عنده جواب صحيح. وهكا تيخلينا نعرفوا التسلسل ديال العمليات. غيجيكم الامر سهل جدا، إذن هنا يكفي أنك تعرف القاعدة شنو كتقول، هذه القاعدة اللي غتبعو. إذن هنايا بما أننا عرفنا خصنا نحسبو العدد في الثمن ديال الواحدة عاش نضيفو الثمن الرئيسي. إذن هذه باش نحسبو هنايا ثمن الجوارب خصنا نديرهم بين قوسين. إذن القاعدة اللي غديرو نتوما، أول حاجة تحسبو بين قوسين، يعني العملية فين ما تبان لك بين قوسين يتحسب هو الأول. من بعد ملي كتسالي بين قوسين كتسبق الضرب والقسمه. غتقول لي شكون اللي غنسبق فيه، واش الضرب ولا القسمه؟ اللي جا الاول. حنا نشوفوا كيفاش. من بعد كتسبق كتختم بالجمع والطرح. دونك الا حفظتوا هذه القاعده هذه، الدرس الاول مشى فحالو. الدرس الاول يعني ما تلقاوش فيه ادنى مشكل. اذا اول حاجه نسبق بين قوسين، من بعد الضرب والقسمه، من بعد زائد والناقص. الضرب والقسمه شكون اللي كيسبق فيهم؟ اللي جا في الاول. بحال هنا كاين زائد الضرب، تصور كون كانت هنا قسمه، غنسبق الضرب لان جا هو الاول، عاد باش القسمه. دونك هنا كيل اوبيراسيون ريدا تي ليفيكتوي اون برومي. دونك اش من عمليه دار ريدا اولا واش صحيحه؟ اذا غنجو ريدا، العمليه اللي دار الاولى هي دار الجمع 280 زاد على 4 عطاتو 284. اذا دار لاديسيون، الى فيكتوي لاديسيون دار الجمع. واش صحيحه؟ 280 زاد على 4 284. دونك عنده صحيح، هنا ما عندوش مشكل في الحساب، ولكن عنده مشكل في الترتيب. دونك اون برومي غيدا افيكتوي لاديسيون دار الجمع. وي سي جوست، يعني 280 زائد 4 راه 284 جوست. بي كيل اوبيراسيون غيدا ايتي افيكتوي اون سكوند. دونك شنو دار في المره الثانيه واش صحيحه؟ المره الثانيه ضرب 284 في 7.50. دونك الا درتو العمليه غتعطيكم 2130. دونك اون سكوند ثانيا غيدا افيكتوي لا ملتيبليكاسيون دار الضرب. وي سي جوست، يعني جواب صحيح. سي كيل اوبيراسيون حمزة تي ليفيكتوي اون برومي. حمزة شنو دار اولا؟ دار الضرب 4 في 7.5 هي 30. دونك اون برومي حمزة ايفيكتوي لا ملتيبليكاسيون، حمزة دار الضرب هو الاول. وي سي جوست، هو عنده العملية صحيحة.
دي كاين لوبيراسيون حمزة تيلفكتوي اون سكوند. شنو حمزة دار في المرة الثانية؟ دار لاديسيون الجمع و 280 زائد 30 310 عنده جواب صحيح. دونك اون سكوند حمزة افكتوي لاديسيون وي سي جوست يعني عنده جواب صحيح. دونك بوركوا سي دو زيليف نونتيل با تروفي لو ميم ريزولتا. دونك علاش هاد التلاميذ بجوج ما لقاوش نفس الجواب؟ إل نو با تروفي لو ميم ريزولتا، ما لقاوش نفس الجواب. هذا لقى 310 وهذا 2130 كار إل نو با سويفي لو ميم اوردر دوبيراسيون، لان ما تبعوش نفس الترتيب ديال العمليات. إل نو با ما تبعوش سويفي، ما تبعوش نفس الترتيب، واحد بدا بالضرب وواحد بدا بالجمع، يعني ما داروش نفس الترتيب. اف est-il possible qu'à la fois Reda et Hamza aient raison؟ واش ممكن يكون عندهم الحق بجوجهم، يكون عندهم بجوجهم جواب صحيح؟ لا، لان هذا لقى 2130 هذا 310 كل لقاو نفس الجواب، وي هما لقاو اجوبه مختلفه. دونك نو كار اون ا دو ريزولتا ديفيرون. اذا لا، ما يمكنش يكون عندهم الحق بجوج، ما يمكنش يكونوا على صواب بجوج. علاش؟ لانهم لقاو نتائج مختلفه، كل واحد لقى نتيجه مختلفه على الاخر. اذا حنا باش نتفاداو هذا المشكل ديال النتائج مختلفه، خصنا نلقاو نفس النتيجه جميع التلاميذ. دونك بور ايفيتي لو بروبليم سولفي سي، باش نتفاداو هذا المشكل اللي وقعوا فيه رضا وحمزه باش يوليو يلقاو نفس الجواب، لي ماتيماتيسيان يعني اصحاب الرياضيات، العلماء ديال الرياضيات، اون ديسيدي كو سيرتان اوبيراسيون سون بريوريتير بارابور ا دوطر. اذا قرروا باش يكونوا الترتيب موحد، يعني تكون الاسبقيه عند عمليه على الاخرى، وهكذا لقاونا كلنا نفس الجواب. وشنا هو الترتيب هذا؟ هو اللي قلنا سابقا، قوسين هو الاول، الضرب والقسمة هو الثاني، الزائد والناقص هو الاخير. اذا حفظوا هادو وهما باش غنخدموا دابا. دونك افيكتي لي زوبيراسيون سويفونت، نحاول نديروا هاد العمليات هادو. اذا نتبعوا هاد القاعده هي باش نخدموا. دونك اون 8.1 ديفيزي بار 9 و 3. دونك هاد العمليه ديال الاكسبريسيون هادي عندي فيها القسمه وعندي فيها الضرب، القسمه والضرب. دونك قوسين اللي غنسبق ما كاينينش، كاين ليهم يليهم الضرب والقسمه. مزيان، شكون اللي كيسبق فيهم اللي جا الاول؟ دونك هادي الا بدينا العمليه كتبدا من اليسار حيت المات هذا، القسمه هي الاولى، اذا هي اللي غتسبق. غنقسموا 8.1 على 9 ومن بعد غنضربوها في 3. اذا 8.1 غنقسموها على 9 فيها صفر، باقي 8 نزلوا 1 فيها 9، اذا 0.9 لان كما قلنا غتسبق القسمه فوا 3. دابا الضرب هو اللي بقى بوحدو، 3 في 7 27، 3 في 0 0 والاحتفاظ، عندي رقم ورا الفاصله، دونك 2.7. القاعدة اللي غنطبق دائما. بالنسبة للثانية، دونك عندي 8+4 × 1.1. دونك انا شكون اللي غيسبق؟ عندي زائد الضرب، القاعدة كتقول لي الضرب كيسبق الزائد والناقص، إذا الضرب هو اللي غيسبق الأول هذا. إذا 8+ ونضرب 4 × 1 × 1. من بعد قاعدة الجمع نجمع، هادي راه كنجمع الجزء الصحيح مع الجزء الصحيح اللي هو 12.4، هذا بحال صفر فاصلة تحت الفاصلة. مزيان، نمشيو دابا لهادي. دونك 38 − 7 × 4، دونك انا عندي ناقص والضرب، القاعدة كتقول لي راه الضرب كيسبق ناقص، إذا غيسبق هادي، إذا هادي غنحتفظ بها. 7 × 4 = 28، وهنا إلا درت الطرح غتعطيني 10. غنمشيو للأخيرة، دونك 16 − 25 ÷ 5. هنا عندي ناقص القسمة، قلنا في القاعدة شكون اللي كيسبق؟ القسمة كتسبق الناقص والزائد، دونك القسمة هي اللي غتسبق الأولى، هذا ولا يتحسب الأول. إذا الآخر نحتفظ به، 25 ÷ 5 = 5. دابا ندير الطرح لا سوستراكسيون تعطيني 11. إذا لاحظتوا قاعدة واحدة تحفظوها الدرس كامل تخدموه بكل سهولة.
très bien monsieur d'abord l'activité 2 donc calcul avec parenthèse هنا غيدخلوا الاقواس calculer les expressions suivantes donc كما قلنا نطبقوا غير القاعده هنا اكيد غتقولوا لي دابا شكون اللي غيسبق اذا بين قوسين غيسبق هو الاول ومن بعد نديروا عمليه طرح لا سوستراكسيون دونك هنا لاكتيفيتي 2 ا دونك 391 موان 4.6 بلس 28.04 دونك كما قلنا هنا اونتر في القاعده هو اللي كيسبق اذا اللي هنا غنخليو هذا وغنحسبوا هذا اذا هنايا 4.6 28.04 دونك 4 6 12 3 من بعد غنديروا عمليه الطرح ديالنا دونك 391 موان 32.64 هنا ما عندناش الجزء العشاري لا بارتي ديسيمال غنديروا اصفار دونك 10 ناقص 4 6 10 ناقص 7 3 11 موان 3 سي 8 9 موان 4 سي 5 اي 3 دونك 358.36 مزيان نمشيو دابا لبي 245 بلس 32 دونك هنايا عندي القاعده دائما اللي نطبقها قلنا بين قوسين هو الاول ومن بعد القسمه ومن بعد زائد وناقص هنا زائد وناقص شكون غيسبق ناقص لان جا قبل من زائد مزيان دونك هنايا غتسبق بين قوسين هو الاول دونك 245 لزت على 32 دونك انا عندي 7 هنا 7 اي 2 موان هذا علاش 67 بلس قسمة دونك 48 مقسوم على 6 8 واخا نخلو التسطر الثاني غنحسبو هي الاولى اللهم نديرو هنايا ما عندهاش علاقة بالقوسين دابا دابا عندي ناقص وزائد شكون اللي غيسبق ناقص دونك هادي هي اللي تحسب الاولى دونك 7 موان 7 سي 0 7 موان 6 سي 1 اي 2 بلس 8 هي 218 إذا لاحظتوا ولا طبقتوا وحفظتوا القاعدة صافي كلشي كيولي الأمر سهل جدا حاولوا نطبقوا هذه دونك هنايا دابا على عملية يمكن تخدموا بحدكم وتصحوا من خلال الفيديو دائما باش تعلموا دونك 19 موان 9.2 فوا 4 بلس 13.3 فوا 1.4 موان 1 دونك هنا شكون اللي غيسبق الاقواس من طبيعه الحال لي زونتر بارونتيز هادو دونك 19 نقصو من 9.2 دونك هنا 10 موان 2 سي 8 19 موان 10 سي 9 فوا صافي حسب دابا هادي نحيد البارونتيز بلا ما نديرهم فوا 4 بلس 13.3 فوا او القوسين عاوتاني دونك 1 موان 1 سي 0.4 دابا عندي الضرب عندي لاديسيون يعني الجمع عندي الملتيبليكاسيون الضرب شكون اللي غيسبق الضرب الاول دونك نضرب هذا في هذا يعني هذا اللي غيتحسب دابا الاول وهنا كاين زائد نقدر نحسب ثاني الضرب هذا ثاني هنا بدقة واحدة دونك 4 x 8 سي 32 4 x 9 سي 36 39 وعندي ان سول شيفر ابخي لا فيغول بلوس نضرب هذا في هذا دونك 13.3 x 0.4 دونك 4 x 3 سي 12
Je mets 2 et je retiens 1. Donc 4 fois 3, 12, plus 1, 13. 4 fois 1, 4, plus 1, 5. On a 0. 2, 3, 5, 0. 1, 2, 1, 2. Donc c'est 5,32. D'abord, on va dire l'addition. Donc 2 plus 2, ou bien 0 plus 2, c'est 2. 2 plus 3, c'est 5. 14 et 4. Très bien, monsieur le D. Donc 19 moins 9,2 fois 4. Il y a plus 13,3 fois 1,4 moins 1. يعني هنا تحيدوا هاد القوسين هادو. طبيعة الحال غيبدلوا العملية. لأن هنا كانوا القوسين لي زونتر بونتيز حسبناهم هما الأولين. دابا ما بقاوش. إذا غيولي الضرب غيسبق. إذا هنايا قلنا الضرب كيسبق الطرح. إذا هذا غيسبق. وغيسبق بين قوسين. هو الأول. دونك هنا 19 موان. هاد الضرب هذا يتحسب. 4 فوا 2 8. هنا 36 وهذا تا هو يتحسب. اذا هنايا سبقنا بين قوسين الضرب. غتقول لي قلتي في القاعده راه كنسبقوا بين قوسين هو الاول عاد كيجي الضرب. ايه متفق معاك، ولكن في هذه هادو ما مأطرينش على بعضياتهم. راه يمكن سطر الاول نخلي الضرب هذا ما نحسبوش، نحسب بين قوسين ونعاود سطر اخر ونحسب الضرب بحال بحال، حيت هذا ما عندوش علاقه، ما مأطرش على هذا. ماشي بحال الضرب هذا، هاد الضرب سبقته ما عندوش علاقة بهاد القوسين، هاد الضرب هذا ما تقولش لي سبقو لأن كاين قوسين خصك تحسبهم من الأولين. دونك هذا حسبناه وهذا نحسبوه، تا هو 0.4. دابا عندي الطرح والجمع والضرب غيسبق الضرب. دونك 13.3 إلا ضربتها في 0.4 سبق لينا حسبناها هي. عطاتنا 5.32. دابا عندي الطرح والجمع، شكون اللي جا الاول؟ الطرح. اذا هذا اللي غادي يسبق. اذا 19 نقص منها 36 ما يمكنش. اذا هذه تل من بعد 10 تولي عندكم نتوما يمكن. 19 نقص منها 36 غتولي يمكن، اما حاليا ما يمكنش. غتقول لي سبق الجمع لا خطا، خاصك تسبق اللي جا الاول. إذا هذه 19 نقص منها 36 لا يمكن، وبالتالي هذه العملية ما يمكنش نكملوها. تخي بيان نمشيو لاكتيفيتي 3، دونك ديستريبيتيفيتي يعني التوزيعية، غنشوفوها تا هي كيفاش. دونك اون اكسبريمون دو فاسون ديفيرونت لاغ دو ريكتونغل ا سي دي اف. إذا نعبروا على بطريقتين مختلفتين لاغ المساحة ديال ريكتونغ ديال المستطيل ا سي دي اف. ا سي دي اف مونتري كو، اذا بالتعبير على المساحه ديال هاد ريكتونغ بطريقتين مختلفتين نبين ان هاد العباره كتساوي هاد ليكسبريسيون، ليكسبريسيون كتساوي هاد ليكسبريسيون. دونك هنا كيفاش غنعبروا على الريكتونغ على المساحه؟ نتوما من الساس حافظين المساحه ديال المستطيل. دونك لاغ ا ديال ا سي دي اف، عارفين المساحة المستطيل هي الطول في العرض. دونك عندي العرض هو كا وغنضربو في الطول. الطول راه هو لاحظوا هادي تال هنايا ا وهادي تال هنا بي. اذا الطول هو ا زائد بي، ا زائد بي. هادي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية لاغ ديال ا سي دي اف نفس المستطيل، نقدروا نديرو كل مستطيل بوحدو، نحسبو هاد المخدش بوحدو والصفر بوحدو ونجمعوهم، راه يعطينا ديال الكبير. إذا هي المساحة ديال ا بي او اف زائد المساحة ديال بي سي دي او. مزيان، المساحة ديال ا بي او اف، ا بي او اف هي الطول في العرض، يعني ك في ا، ك ا زائد
مساحة ديال الصفر هي هذا هو هذا العرض هو ك، وهذا بي يعني ك في بي. اذا ACDF المساحة ديالو هي ك في انتر بارونتيز A بلس بي، ونفس المستطيل المساحة ديالو هي هذه. اذا هنايا غنستنتجو الوغ ك هذه العبارة راه هي هذه العبارة. وهذا الشيء اللي بغاونا حنا نبينو، هذه العبارة ها هي بيناها بحساب مساحة المستطيل ب بطريقتين. مزيان نمشيو دابا لبي اون اكسبريمو دو دو فاسون ديفيرونت لاغ دو ريكتونجل جي اش ك ال. جي اش ك ال يعني غير هذا المخدش هذا، حتى هو بطريقتين، نحسبوا المساحه ديال هذا الصغير بطريقتين باش نبينوا هذه العبارات. اذا انايا باش نحسبهم بطريقتين سهله. اول حاجه حنا بغينا ديال المخدش نديروا الطول ديالو في العرض ديالو، والمره الثانيه نحسبوا مساحه الكبير ونقصوا منه هذا المستطيل الفيغ، وغيبقى لي غير هذا. هادو هما الطريقتين. دونك الطريقه الاولى بي، اذا الطريقه الاولى لاغ ديال جي اش ك ال ديال هذا المخدش كما قلنا هو الطول ك في العرض. العرض ديالو من حتى لهنايا هو نشدو هذا كامل ا، لاحظوا، ونقصوا منه هذا من هنا حتى لهنا، من هنا حتى لهنا بي، يعني هذا كامل هو ا. اللي نقصت منه بي يبقى لي هذا الجزء هذا. اذا هذا هو ا ناقص ا ناقص بي، اذا ك في ا ناقص بي، ك ا ناقص بي. دابا نحسبه بطريقه ثانيه، هو نديرو المساحة ديال أ سي دي إف ديال الكبير، أو عفوا ديال جي إي جي إل، جي إي جي إل ديال الكبير، ونقصو منو أش إي جي كا، أش إي جي إي جي كا. إذا المساحة ديال جي إي جي إل، جي إي جي إل يعني الكبير هو ك أ، ك أ. نقصو منو دابا هاد الفيغ هذا اللي هو العرض ديالو هو ك نيت في بي، ها هو الطول ديالو هو بي، ك في بي. ألوغ كو بما ان عندنا نفس المستطيل، نفس المستطيل عبرنا عليه بهادي وبهادي، اذا راه هاد العباره هي العباره متساويين. اذا ك في ا ناقص بي راه هي ك في ا ناقص ك في بي. اذا عندنا جوج هاد دابا، عندنا هادي بيناها في بي، وعندنا هادي بيناها في أ. أش بغا يقول لي هنايا؟ بغا يقول لي إلا كان عندك، شوف لاحظ معايا، ك في بين قوسين أ ناقص بي، تقدر دير ك في أ ناقص وديرو ك أ في بي. هنايا نفس الشيء، ك في أ زائد بي، تقدر ديرو ك في أ هاهي زائد ك في بي، يعني هادي هي التوزيعية ديستريبيتيفيتي، كتوزع ك في أ و ك في بي. دونك هنا سي ترانسفورمي لي زيكسبريسيون بور كو تي بويس لي كالكولي مونطالمون. هنايا ترانسفورمي يعني حولوا هاد العبارات هادو لي زيكسبريسيون، هاد العبارات باش نقدروا نحسبوهم ذهنيا، يعني نسهلوا على روسنا. اذا غنستعملوا هادي وهادي. لاحظتوا هنا 79 79 هايا ك
كا بحال بحال 79 79 بحال بحال. اذا هادو اللي بحال بحال كا كا درناه هنا ودرنا ا زائد بي حتى هنا 79 ونديرو 15 زائد 5 يعني نطبقوا عليها. اذا سي عندي ا هي 79 × 15 + 79 × 5 دونك نطبقوا هذه 79 79 بحال بحال ك ك بحال بحال درنا بوحدها ها هي و 15 زائد 5 هي 79 × هنا 15 + 5 هي 20. دابا ساهله باش نحسبوها بلا ما نديرو العمليه داكشي علاش مونطالمون غنحط غير صفر 2 فوا 18 سي فوا 9 سي 18 2 فوا 7 14 15 دونك شي حسبنا بلا ما نديرو العمليات باستعمال هاد القاعده هادي نفس العمليه هنايا دونك بي عندي 5.8 × 109 موان 5.8 × 9 حتى هنا نفس الشيء عندي هذا وهذا فاكتور كوما عامل مشترك ديما اللي بحال بحال كتحتفظوا به والاخرين هنا نديرو ناقص هنا كان عندي قبيله زائد درت زائد هنا عندي ناقص ندير ناقص دونك 5.8 × هنا 109 موان 9 هي 100 واي عدد عشري ضربتيه في 100 كتزيد الفاصله برتبتين عندي رتبه نزيد صفر هذيك تسمى ديستريبيتيفيتي توزيعيه. دونك هنا اللي اساسي في هذا الدرس هذا كامل كبدايه هو حفظوا هادو اي عمليه تعطاتك سبقوا بين قوسين هو الاول من بعد القسمه والضرب واللي جا في الاول سبقوه ومن بعد زائد وناقص وتا هما مع بعضياتهم اللي جا في الاول سبقوه. هذا هو الدرس لحفظتو هادو هذا هو الدرس كامل. دونك نتمنى تكونوا استفدتوا هكا كملنا الصفحه 11 من المفيد في الرياضيات المفيد او ماتيماتيك الاولى اعدادي الصفحه 11 شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.